دلوقتي جه ميعادنا عشان نطمن حضراتكم على حالة الطقس بالتفصيل من خلال هيئة الأرصاد اللي بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، أيضا مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. في كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، ودايما يعني ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر، لو تطمنينا على أخبار الطقس النهاردة إيه؟ صباح الخير على حضرتك دكتور جمانة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا بالفعل اليوم مكملين في الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على اغلب محافظات الجمهورية، وحالة الاستقرار اللي احنا بنعيشها منذ نهايات الاسبوع الماضي. العظمى على القاهرة الكبرى متوقع اليوم تكون خلال فترة النهار 21 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة، ده بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس خلال فترة النهار واحداثنا بالدفء. كمان مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على الصحراء، من جنوبيات شرقية من الصحراء الشرقية، فبالتالي بنحس بالارتفاع في درجات الحرارة خاصة فترة الظهيرة، وزي ما ذكرنا مع سطوع أشعة الشمس أو مع أشعة الشمس بنحس بالأجواء. فترة النهار هي أجواء معتدلة على أغلب المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، أجواء مائلة للدفء ودافية تماما على المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. لكن أول ما أشعة الشمس بتبدأ تغيب خاصة فترة الليل وفترات الليل المتأخر والصباح الباكر بيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، الأجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية. الصغرى خلال فترة الليل بتكون ما بين ال 11 وال 12 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، المدن الجديدة وشمال الصعيد درجات الحرارة أقل من 10 درجات، كمان وسط سيناء درجات الحرارة تنخفض فيها لأقل من 5 درجات، لأن كده الصقيع بيتكون على المزروعات خلال فترة الليل بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة. كمان مع المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا ده بيساعد على تكثف الشبورة المائية، فمستمر معانا تكون شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والشبورة المائية دي بتكون كثيفة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر على أغلب الطرق دي خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية، فمهم جدا قيادي المركبات والمسافرين على الطرق ناخد بالنا من تكون الشبورة المائية اللي معاد تكونها تقريبا الساعة 3-4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس بتبدأ في الثلاجي. الأجواء دي متوقع أنها تستمر معانا على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله، يمكن كمان في خلال فترة يعني المغرب ساعات المساء في نشاط نسبي للرياح على القاهرة الكبرى يخلينا نحس أكثر من انخفاض درجات الحرارة خلال فترة المساء وساعات الليل، مفيش منه أي قلق. زي ما قلنا الأجواء دي مكملة معانا، مكمل معانا ارتفاع درجات الحرارة اللي هي أعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام لنهاية هذا الأسبوع إن شاء الله، والظاهرة الجوية المؤثرة هو تكون الشبورة المائية. طيب هل في أي توقعات بالنسبة للأمطار؟ فرص الامطار خلال هذا الاسبوع يعني تتلاشى من على اغلب المحافظات، لان المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بيعمل على صفاء الاجواء بشكل كبير، وان فرص الامطار ما بتبقاش موجوده على اغلب محافظات الجمهوريه، فلنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله ما فيش اي فرص لسقوط الامطار. وارتفاع درجات الحراره مستمر معانا. ارتفاع درجات الحراره بالفعل مستمر معانا لنهايه الاسبوع، ليوم الجمعه يمكن كمان يوم السبت القادم ان شاء الله مستمر معانا، بس احنا مش عاوزين ننخدع بارتفاع درجات الحراره خلال فترة النهار تحديدا، لأن أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بلاش نغير نوعية الملابس في الوقت ده، نحافظ على نفس نوعية الملابس، ملابس شتوية فترة النهار وفترات الليل، تكون ملابس شتوية ثقيلة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، لأن احنا لسه في فصل الشتاء، درجات الحرارة مرة أخرى هتنخفض لأن الارتفاع ده مؤقت، وإن شاء الله مرة أخرى درجات الحرارة تنخفض. دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأ بالقاهرة، درجة الحرارة العظمى في القاهرة 21 درجة والصغرى 12 درجة، أما بالنسبة للعاصمة الإدارية فدرجة الحرارة العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة، الإسكندرية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة، العالمين الجديدة العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة أيضا، بالنسبة للمطروح درجة الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، لو رحنا لدمياط هنلاقي درجة الحرارة العظمى 20 درجة الصغرى
11 درجة، بورسعيد 20، 13، الإسماعيلية 21 و8 درجات، دي درجة الحرارة الصغرى. بالنسبة للسويس درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، العريش العظمى 19 درجة، الصغرى 9 درجات. بالنسبة لسانت كاترين فدرجة الحرارة العظمى 18، درجة الحرارة الصغرى درجة مئوية. بالنسبة لطابة فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، حلايب العظمى 24 درجة، الصغرى 16 درجة، شلاتين العظمى 26 درجة، الصغرى 17 درجة، شرم الشيخ العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى كمان 13 درجة. بالنسبة لدرجة الحرارة في الفيوم درجة الحرارة العظمى 21 درجة، الصغرى 8 درجات، بني سويف 21 7 درجات، الوادي الجديد العظمى 24 درجة، الصغرى 5 درجات. بالنسبة لأسيوط فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة، الصغرى 7 درجات، سوهاج العظمى 22 درجة، الصغرى 6 درجات، إنا العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات. بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان درجة الحرارة العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.